يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة رمضانيات. الحلقة الأولى ستكون بعنوان تجديد نية أو إخلاص النية. مع الأسف صار أول شيء يتبادر إلى أذهاننا عند تذكر كلمة رمضان أو عند قرب موعد رمضان أمر متعلق بالدنيا أو بالمادة، أمر دنيوي أو أمر مادي. مثلا هناك الكثير عند تذكر قرب موعد رمضان يفكر مباشرة بأنه يحتاج إلى الكثير من المال لتسيير كميزانية لتسيير هذا الشهر، أو أنه يحتاج إلى أواني جديدة، أو أنه لم يشتري بعد ملابس العيد. لا يتذكر أن هذا الشهر شهر عظيم سيصبح فيه أفضل وعليه أن يقترب أكثر من الله إلى آخره. أصبحنا نقضي العديد من الساعات ونحن نطبخ، ثم العديد من الساعات ونحن نأكل، والعديد من الساعات ونحن نشاهد البرامج التلفزيونية، ونتناسى أن نقضي أوقات قليلة في الصلاة وفي قراءة الورد اليومي وللتقرب من الله عز وجل. هذا ليس الهدف من رمضان. رمضان شهر عظيم لإدراك ما فاتنا وللاقتراب من الله عز وجل، شهر عبادة، شهر لتهذيب النفس على الصبر على المعاصي والملذات والشهوات من أكل وشرب وملذات أخرى، والإحساس بالفقراء أيضا. لذلك أريد أن أذكر نفسي وإياكم أن نجدد النية ونفكر قليلا في أن يكون هذا رمضان رمضانا مختلفا، أن يكون هذا رمضان رمضانا مختلفا عن الرمضانات الفائتة، أن نستغل الفرصة في تجديد أنفسنا وإصلاح عيوبنا والتقرب من الله عز وجل. سأشارك برنامجا رمضانيا معكم، سأنشر كل يوم حلقة إن شاء الله في نفس التوقيت عن مواضيع مختلفة نحاول بها أن نغتنم فرصة رمضان. إذا أعجبتكم هذه الفيديوهات أتمنى منكم أن تنشروها مع أصدقائكم وأقربائكم لتعم الفائدة. اعقدوا النية على صوم رمضان من الإسراف والعصبية والمعاصي ومن العادات السيئة التي لا تحبونها في أنفسكم. إلى حلقة أخرى إن شاء الله، دمتم سالمين.